بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الف 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 مبروك للمنتخب التونسي وللمنتخب الاماراتي على التاهل للدور القادم في كاس العرب، وهارد لك للاخوه السوريين، وهارد لك للمنتخب السوري اللي خسر فرصته بعد الخساره قدام موريتانيا 2-1 في مفاجاه كبيره جدا، مباراه عكس مجريات المباراه. موريتانيا بتقدر انها تكسب في اللحظات الاخيره، بس احنا جينا نتكلم على ماتش تونس والامارات. ماتش تونس والامارات، واكتر حاجه بتعجبني في سيد منذر الكبير النظريه بتاع اللي يصعب عليك في ايه، الحارس فاروق بن مصطفى اخطا الماتش اللي فات قدام المنتخب السوري، احطه على الدكه. طب يا بدر من كباتن الفرقه احطه على الدكه، هو يطير ولا انا اللي اطير؟ لا، احنا نجيب المعز حسان حارس الافريقي نحطه اساسي النهارده، نلعب 4-2-3-1 زي خلق ربنا بما يرضي الله، مش هنقعد نقلف كتير. يوسف المساك نلعب سرق العاب، يا اخي قلت لك الكلام ده الماتش بتاع سوريا اللي فات، قلت لك عايز تلعب 4-2-3-1 حط المساك سرق العاب، انما فرص بالعربي ماتش سوريا كانت هبده غير طبيعيه. النهارده حطيت المساكني وحطيت حنبعل على طرف وحطيت نعيم السليتي على طرف، وقدامهم سيف الدين الجزيري، وتحت كان موجود جنب فرجاني ساسي غيلان شعلاني، وكان بيعوض غيلان شعلاني محمد دراجر كان بيلعب ناحيه اليمين، وياسين مرياح وبلال العيفه وامين بن حميده موجود ناحيه الشمال. المنتخب التونسي فتح المباراه بدري عن طريق الهدف اللي بيقدر يوسف المساكني يخترق ويعدي ويروح والكره توصل، هي الكره الحارس صد لها ووصلت لسيف الدين الجزيري وجون فاضي، سيف الدين الجزيري خدها اللي هي يلا الكره طايشه، سيف الدين الجزيري على طول ما بنعرقش والكلام الفاضي ده، احنا بنسجل على طول، عاش يا جماعه نجيب الثاني. لا هو نجيب الثاني، احنا بنحب احنا السيناريوهات بتاع السسبنس دي، المنتخب التونسي ما يحبش ان هو يخلص بدري يعني يكسب سوريا ويصعد بدري، احنا نخلص على الهادي كده. طب نكسب الامارات واحد وندور على الثاني، نريح بقى شويه، ننتخ بقى شويه ونريح براحتنا، ونسيب المنتخب الاماراتي يخش في الجيم، وننزل الشوط الثاني ندافع ونسيب الكره للامارات ونلعب على المرتدات، والشوط الثاني نبقى قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا، لا المنتخب التونسي يتعادل والمنتخب السوري يكسب. ساسبنس يا باشا، انت جاي هنا ساسبنس، انت جاي تتفرج على ساسبنس مع المنتخب التونسي تحت قياده سيد منذر الكبير، وطبعا القرارات العبقريه التكتيكيه المميزه بتاعت يلا يا جماعه نرجع لورا دي، يلا نكسكس لورا يا جماعه، طب ليه يا سي منذر كده؟ معايا يلا نرجع لورا، بس ان شاء الله هتفرق وهنجيب مرتده دلوقتي عن طريق سيف الدين الجزيري، هو بيلعب كده في الزمالك ومرتداته وبيروح. طب سيف الدين الجزيري جات كره عرضيه ممكن يخلصها؟ لا، سيف بيغمض عينه في الكره العرضيه، فما انتظرش من سيف الدين الجزيري ان هو يسجل لك هدف. والمنتخب الاماراتي بصراحه عملوا شوط ثاني عظيم جدا، وفان ميرفيك مدرب مخضرم جدا، وطبيعي ان هو يكشف ان المنتخب التونسي عباره عن فرديات ومفيش خطه ولا في اي حاجه وعلى الله حكايتهم، والمدير الفني اللي واقف بره هو اضعف حاجه فيهم، فكده تلاقي فان ميرفيك بدا ان هو يلقط المباراه صح، وبدانا نشوف ان المنتخب الاماراتي بيقدم شوط تاني مميز وبيقدم شوط تاني بيجبر المنتخب التونسي ان هو يرجع لورا، ولقينا مره واحده كده اللي هو يا جماعه ايه يا جماعه في ايه، مش سوريا هناك عامله ايه؟ لقينا لا، سوريا مغلوبه واحد، بعد كده سوريا تعادلت، بعد كده سوريا خسرانه، بعد كده المنتخب التونسي لسه مكمل في حوار المرتدات، والمنتخب الاماراتي مكمل في حوار ان هو ماسك كرة عايز يسجل وبينزل اسماعيل مطر. انا بصراحه من الناس اللي بتحب اسماعيل مطر على قديمه، وبصراحه يا جماعه عجبني جدا تاهل المنتخب الاماراتي، مع احترامي للاخوه السوريين ومع احترامي للاشقاء في سوريا، بس بصراحه الامارات تستحق ان هي توصل، غلبت ماتشين، غلبت موريتانيا وغلبت سوريا، والمنتخب التونسي طبعا لازم ان هو يوصل في المجموعه دي على راس المجموعه مع احترامي للاخوه في الامارات والاخوه في سوريا. بس المنتخب التونسي رغم كل العك الكتير اللي حصل في 3 ماتشات قدر ان هو ياخد مكانه المستحق في نهايه ترتيب المجموعه في نهايتها. المنتخب التونسي يستحق ان هو يوصل المركز الاول بلاعيبته وفرديات لاعيبته وقدرات لاعيبته، يستحق جدا تكتيكيا وكمدير فني بيعمل ايه على الله الحكايه، ما مالناش دعوه بموضوع التكتيك والكلام ده. المهم الف 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 مبروك، مباراه لم ينقصها الا مشاركه ولدنا معلول، ولكن ان شاء الله يشارك في اللي جاي. الطريق دلوقتي ليست ممهده بالورود، ولكن ننتظر لنرى ماذا سيفعل المنتخب التونسي في الاحداث القادمه. ولو انت عايز تنتظر معانا اهلا وسهلا بيك، انتظر معانا واعمل لايك للفيديو او سبسكرايب ان عجبك، واللي انت تنتظر فاهلا وسهلا بيك برضو، وشكرا للمشاهده. 4 دقائق ضيعتهم من وقتك قدامي، والحمد لله رب العالمين ضيع 90 دقيقه قدام منذر الباقي.